تمشي البلدي وكرم بها دولة ما تحكيليش على الدولة. اي لا متى ما تحش ما نجمش نسكن في المدينة هنا كل يوم خايف. ثم عباد ما تعرفش القيمة متاع الخطر، يخلي كاوتشو يمشي، يخلي الماء يمشي، تشرب تشرب توصل تفتف التحديد ولا يطيح. أنا مانيش مواطن تونسي، أنا هاي فرنسا هاك هيكا ما نشليش ضربوات في تونس. عسلامة أخوي. عسلامة مرحبا. اليوم في تونس العاصمة وفي برشا ولايات أخرين ولينا نشوفوا برشا بنايات آلة للسقوط، ما فماش انتروتيان، فماش لا الدولة لا المواطن واعي زادة باش يتكلم عليهم. معناه اليوم بالحق خطر حقيقي على العباد اللي قاعدة تعدى على تلام دليلة هنا. أنت كمواطن تونسي لشكون تحمل المسؤولية؟ نحمل المسؤولية المكثرية للسلطات معناتها المعنية، خاطر تو كان ثم عباد ما تعرفش القيمة متاع الخطر. نورمالمون ثم ديزيكسبرتيز، ثم دراسات معناتها تتم جنرال ما يشوفوا معناتها مدى الخطورة، خاصة هو شنو ناتج على نقص الانترتيا الحماية والصيانة معناتها أكثر الأسباب. كجت تعرف العباد اللي اختار راهم معناتها يعلموا جنرال مو تو في وسط المدينة العربي، خاصة ثم بلايص يجيو معناتها قداش من مرة تطيح بنية من البنيات، معناتها هذا خطر كبير ياسر. معناتها نتصور معناتها السلطات وزيد العباد يزم تفيق معناتها يردوا باله. واحد بصراحة نحن في الدومين ساعات تطلع طرقة شجرة فوق سطح، افهم انت مع الريح مع الرمل مع الماء مع كذا، وقلت له انترتيا ما يطلعش السطح ما يتفقد. تو تشوف كان تشوفه تعمل زوم على البنية ذي اخذ كيفاش خارجة معناتها منها الحشيش كل ما شيء. قلت له انترتيا وقلت الوعي وقلت زاد الناس كل تحمل مسؤولية مش كان الدولة معناتها. نتصور هك انت معناها كمواطن تونسي تبدا متعدي من بحذا بنية كي من هكيت ولي تخاف على روحك. ماذا بيا ان نبعد ما نتعداش منهم الحقيقه نتاع ربي نبدا خايف على روحي. بنايات كيما هكايا تلقاها مسكره تلقاها مهجوره تلقاها عندها سنين ربي مستغلها حتى حد، علاش الدوله ما تنجمش تستغلها في حاجه؟ ثم جمعيه صيانه المدينه في بالي في البلديه معناتها، وثم برشا جمعيات جنرال مو موجوده معناتها قله معناتها الموارد البشريه، اما ناقصه برشا معناتها لهوه، وساعات تلقاها معناتها داخله في التراث ما ينجمش يمسها، نجو نمسها ترسلنا معناتها مشكله، فمثل تنجم تمسها معناتها بروبليم كبير مكثرية بلديات. نتصور اكثر حاجه الدوله التونسيه عندها فلوس باش تعمل لي زونتروتيان؟ هما راهم ما يتكلفوش برشا معناتها تو زونتروتيان ساعات تصور انت معناتها تطلع للسقف تنحي شويه وسخ تحمي بنيه كامله، هذايا ثم ايتيود تصير قبل انت والتربه معناتها. ثم بلايس يعملوا لهم الكونترام تاع الزلازل، يعملوا كما في اليابان معناتها هي بلاصه تتحرك، هو ينجم يعمل توا في المطارات في برشا بلايس يدخل الكونترام تاع تتحرك الارض، نورمالمون تدخل في اليتيود من الاول، هو يعملها على اساس ما ثمش زلزال. ساعات بنيه كامل تمشي وتجي وما كان تشوف تصاور ثم اكل جسور هاكو في القناطر يعملوهم تتحرك وتبقى ستابله، خاطر عندها سيستم تخليها فيكس معناتها مش مربوطه جمله لا حتى مش مربوطه جمله لا بالمقاوله غالطه الفكره. وديما نرجع راه قلت له انترتيان واللي طاحوا الكل راهم من يخلي كاوتشو يمشي يخلي الماء يمشي تشرب توصل تفتف التحديد ولا يطيح معناتها هذيك هي. ما نجمش نسكن في المدينه هنا كل يوم خايف ونشوف الشقوق ونشوف الشيء هذايا مع الشيء اللي صاير في الدنيا معناها كزلازل واحد والله شيء خوف. شو الحيوت انت؟ شو الحيوت؟ نورمالمون معناها الدولة تقوم مهامها راه والبلدية تقوم مهامها. جمعية الصيانة وين؟ الله أعلم عليهم. راقدين جمعية الصيانة وين؟ أختي اسمع البلديات تتقاس الدول تتقاس على بلدياتها راهو. إذا كان البلدية قوية متاع الدولة ما تخافش راهو. أما من بعد شوف بلدياتنا ثابت كونه معناها ربي يستر وكهو والله ربي يستر وخيتي. نجم نقولوا معناها فما تقصير من الدولة وفما تقصير زادة من المواطنين يتحملوا مسؤولية، ما تكلموش على رواحهم، ما يطالبوش بحقوقهم، زادة قلة وعي. إذا كان المواطن يبدأ معناها مسكين كيف حكي حالتي يعني جيت نخدم هنايا فهمت، ما نجمش نسكن الليلة ب 40 وب 50 وب 100 ألف فهمت، نلوج على فندق أقل. باش نجم معناها نخدم ونجم نفضل حاجة. الفندق هذا وين نلقاه؟ نلقاه في وسط البلاد العربي. كي نقول لك أنا تو نسأله في مواطن معناها عنده حانوت تحت بنية خايخة،
كي جينا نسألو فيه ونحبو نحكيه معاه قال لك ليه ما تخوفش وبني تونس يتيح وبني فرنسا ما يتيحش وخلينا هكا وعندنا 50 سنة لبس علينا وجاونا به تخوفوش العباد. احنا نخافوا لا يقدر شي الزلزلة هذا كمناش نخافوا احنا تو بون ما يتيحش ان شاء الله ما يتيحش اما الى متى ما يتيحش. قالك سبق الخير تلقى الخير. سبق الخير اكيد ما عنا عقول عنا عقول نخمو بها. إذا هي قلة الوعي اللي نحكي عليها. أنا نقول خمو بها أني قلت لك صدقني إذا كانت تصير رجة متاع 4 ولا 5 درجات الله يبعد على تونس الله يبعد على تونس. إذا كان تصير البلاد العربي تونس كل طيح ويموتوا آلاف المؤلف. ادخل وصور أنت تحت السباطات والبلاد العربي وشوف الناس اللي تدخل وتخرج وتعيش غادي. أنت من سكان المدينة لهنايا؟ نعيش لهنا والله نعيش لهنا. قداش عندك لهنا؟ 50. 50 سنة، 50 سنة والبنايات هذه كلها معناها راهو فيها أغلبيتها إلى للسقوط. من 50 سنة لتو هي هكا؟ من 50 سنة لهنا هكاك، تي تحت عليه حجر هنا من فوق. وقتاش؟ 4 سنين الكل. شكون يتحمل مسؤولية البنايات الآيلة للسقوط هذه الوضعية اللي وصلت لها اليوم المدينة واللي وصلت لها البنايات هذه شكون يتحمل مسؤوليتها؟ بالنسبة للوضعيات، الوضعيات اللي يجي ياكل ويمشي على روحه. ايش فيها البلاد؟ كمواطنين قدمتوا تشكيات البلدية؟ اوه يا بلدي تمشي البلدية يقول كرم بقى. والله والله مبات للشر والله مبات تحت الحيط اقسم لك بالله والله والله نرقد على الكردون. بيت للبرد وحياتك مهدل الاخطر وفي الوضعية هذية في تحت البنايات هذية كيفاش يجيك النوم؟ يا منتي بالجيع. والدولة التونسية وين؟ الدولة إليه بروح لين بيان خبز اللي فيه يتايزوا فيه الخبز وما يعطوهوش. الدولة ما تحكيليش على الدولة. السلخ هذايا ما تحكيش عليه يتيح ما تعرفش عليه وقتاش يجي لوط على الفوق اللوط هذايا هذا تو ممر تاع عباد بربي هذا ممر تاع عباد. انا مانيش مواطن تونسي انا هاي فرنسا هاك ليتها انا ها ها ايش تنواليك خويا ها ليتو ها ما نشليش ضربوات بحال تونس. كي تتعدى من هون تحس بالامان؟ اكثر من امان مو غادي من امان. هاكا اختي هذه حكايه تحكي فيها